عنوان الحلقة مغامرات كوكوتاما في المدرسة. المدرسة؟ أجل، ولكنك لا تعرفينها لأنك لم تغادري المنزل. صحيح، كنت في البيان طول الوقت ولهذا لا أعلم كثيراً عن العالم الخارجي. أنا أعلم كل شيء عن المدرسة، فإن أردت شيئاً اسأليني وحسب. عما سأسألك؟ ماذا يفعل الناس في المكان الذي يسمى المدرسة؟ ها؟ يجتمع فيها كثير من الطلاب ويدرسون ويمارسون التمرينات الرياضية. حقاً؟ وكم طالباً يجتمع في المدرسة؟ أظن أنهم قرابة 100 طالب. هذا عدد كبير جداً. المكان الذي يسمى المدرسة يثير فضولي.